مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج مجتمع واعي. مساك الله بالخير بسام. مساك الله بالخير جاية ويا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مجتمع واعي. طبعا في البحرين حقوق الانسان يعني متاصله في ذواتنا ومتجذره في يعني تربيتنا قبل الاتفاقات والقوانين الموضوعه. حقوق الانسان عندنا ممارسه طبيعيه واسلوب حياه، وفي كل تحدي نمر فيه نتمسك أكثر وأكثر بهذه القيم اللي لا يمكن شرائها بالمال. يعني بالفعل بسام صدقت في هذا الكلام، وهذه المرحلة الاستثنائية أثبتت بالفعل حرص البحرين على صون حقوق الإنسان وتنميتها انطلاقا من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الله يحفظه ويرعاه. بالفعل رقية جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه يهتم بشكل شخصي في ضمان حقوق ومكتسبات كل فرد على هذه الأرض الطيبة، وسمو رئيس الوزراء يوجه دائما بضرورة حصول كل مواطن ومقيم على كل حقوقه في كافة المجالات. ورغم هذه الظروف اللي احنا نمر فيها كلنا والعالم كله والتحديات المختلفة اللي انتجت بسبب فيروس كورونا، إلا أن فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد قام بانتقاء تدابير متوازنة لكفالة حقوق الأفراد وحماية سلامة المجتمع، بحيث أن حرصت البحرين على عدم فرض أي قيود على حرية الأفراد، بل بالعكس يعني بسام قامت بتحفيز المواطنين والمقيمين على أنهم يبقون في بيوتهم ويبتعدون عن التجمعات للحفاظ على السلامة والوقاية من الفيروس. بالتأكيد طبعا ما ننسى أيضا أن الرعاية الطبية والخدمات المجانية اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء للحالات القائمة المرصودة، بالإضافة إلى تعليق رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الأجانب في المراكز الصحية الحكومية. يعني لما نتكلم عن هذه الجهود نشوف أنها جهود كبيرة يقوم فيها فريق البحرين في هذه المرحلة، راح نسلط الضوء عليها إن شاء الله في حلقة اليوم، فخلكم معنا ولكن من بعد هذا الفاصل. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث رأى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لمتابعة ما يرد في وسائل الإعلام والتواصل من شكاوي المواطنين وملاحظاتهم والتجاوب مع ما يطرح بأقصى سرعة ممكنة، وأثنى سموه على الدور الذي تطلع به الصحافة البحرينية في رصدها الموضوعي لاهتمامات المواطنين واحتياجاتهم. في خبر آخر أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكد أن المنصة الإلكترونية لسوق العمل اللي أطلقتها الهيئة ستسهل عملية التوظيف في القطاع الخاص لكونها تمثل قناة للتواصل بين الباحثين عن عمل والمؤسسات والشركات.
البحرين تسعى بصورة كبيرة إلى عودة الحياة الاقتصادية وعودة الحياة التجارية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت. ولكن أصحاب العمل في البحرين ما يقدرون يوصلون إلى عمالة اللي يحتاجونها من الخارج بسبب توقف رحلات الطيران وإغلاق مطارات الدول المصدرة للعمالة. احنا لله الحمد في البحرين مطاراتنا او مطارنا لم يغلق، ولكن المطارات الاخرى هي التي اغلقت. وبالتالي اليوم صاحب العمل اذا احتاج الى عمالة عليه ان ياخذها من الداخل، ولكن هناك صعوبة في وصول صاحب العمل الى هذه العمالة في الداخل التي تبحث عن عمل. وبالتالي ياتي دور المنصة الذي يعني رسم لكي يكون حلقة وسط، لكي يستطيع صاحب العمل أن يصل إلى العمالة التي يحتاجها من داخل البحرين دون الحاجة للاستقدام من الخارج، وعلشان ما يتعطل شغله ولا تتعطل المسيرة الاقتصادية. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أيضاً أن الهيئة ستقوم بعملية التدقيق للطلبات والإجراءات لإعطاء تصاريح العمل للعمالة الوافدة بعد جائحة كورونا، وستراقب الأوضاع المعيشية والسكنية لكي ترتقي بوضع العمال بمملكة البحرين دون تضييق على صاحب العمل والقطاع الاقتصادي. استفادة كبيرة ودروس كبيرة من ما يحدث الآن، وإحنا نعمل على خطط لكي نرتقي بالوضع العمالي في البحرين دون التضييق على صاحب العمل ودون التضييق على القطاع الاقتصادي، ولكن عن طريق التدقيق على الإجراءات، التدقيق على الطلبات، وإعطاء تصاريح العمل للعمالة الوافدة لمن يستحقها. وليس ذلك فقط، ولكن بعد دخول هذه العمالة إلى البلاد الاستمرار في مراقبة أوضاعها وسكنها وطريقة معيشتها لكي لا تتكرر بعض المظاهر التي رأيناها أثناء هذه الجائحة. في خبرنا الأخير، أكدت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات التي تدعم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق فئة كبار السن بشكل خاص في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. وأوضحت خوري أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال موقعها الحقوقي ومن منطلق مسؤوليتها الرقابية واختصاصاتها المنوطة بها بموجب قانون إنشائها، أطلعت عن كثب على تلك القرارات والإجراءات وعلى آلية تعامل الجهات المختصة تجاه فئة كبار السن لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا. ونوهت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المملكة اتخذت الكثير من الإجراءات التي لم تخصص تحديدا لفئة كبار السن، لكنها تصب نحو ضمان سلامة هذه الفئة. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري، أقصد إنك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلا لو هالشخص ما زار صديقه، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت.
جهود كبيرة بذلتها مملكة البحرين في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا. الشيء الملفت أن مملكة البحرين ما غفلت يوم عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان حتى خلال فترات التحديات والظروف الاستثنائية اللي نمر فيها حالياً. حقوقنا إحنا كمواطنين لم تمس بل تم تعزيزها، وكل الجهود اللي تبذلها الحكومة اليوم هي جهود هدفها حماية المواطنين وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم. هذه اللي تعودنا عليه، يعني هذه مو بشيء غريب أبدا على حكومتنا وقيادتنا الله يحفظهم. المواطن هو محور التنمية وهو أهم شيء دائما. جبلت البحرين منذ قديم الزمان على حماية وتعزيز حقوق مواطنيها ومن يعيش على أرضها. كانت ولا تزال وطن للجميع، وطن لا يتأخر ولا يشغله شيء عن حماية مواطنيه وتوفير جميع سبل الراحة والأمان لهم، وضمن ذلك لهم في نصوصه القانونية دستور المملكة وميثاقها الوطني. وخلال مواجهة فريق البحرين الوطني لمكافحة فيروس كورونا لم يغفل الفريق عن الاستمرار على نفس النهج رغم صعوبة الموقف، إلا أن جميع ما اتخذ من إجراءات احترازية لحماية المجتمع من انتقال العدوى وحفظ حقه في الصحة روعي فيها عدم المساس بحقوق الإنسان، فوجدت البدائل والحلول وكرست الجهود والطاقات وشيدت المستشفيات وسيرت الطائرات لتأمين المواطنين في الداخل والخارج. مملكة البحرين سارت بخطى واثقة تسابق فيها الوقت وتجابه فيها الفيروس بتكاتف اعتاد عليه شعب البحرين لتخطي الشدائد والصعاب، ملتفين فيه ومقتدين بقيادة المملكة ورؤية وطنية شاملة لا ترضى لمجتمع المملكة إلا أن يكون بخير وأمان، شامخا بوعيه وثقافته يسطر أبنائه بحروف من ذهب كيف باتت البحرين نموذجا يشيد به العالم في مكافحة هذه الجائحة، لتبقى البحرين بذلك شعلة مضيئة في حماية وتعزيز حقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها، تمهد طريقها نحو الرقي والازدهار والنماء ومواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. مشاهدينا، الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا ويسرنا يكون معنا في الاستوديو سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور ومشكورين على الاستضافة. يا هلا وسهلا فيك. احنا نشكر لك يعني حضورك، سعيدين بإطلالتك معنا في البرنامج. طبعا إذا تكلمنا عن يعني التحدي الصحي اللي واجهه كل العالم، ونخص بالذكر طبعا الحملة الوطنية في مملكة البحرين، طبعا نرى أن الجانب الإنساني طقع على هذه الحملة، يعني تعاطينا من خلال يعني مختلف الأمور سواء التحديات الصحية أو غيرها من التحديات التي أتت تباعا لهذه الأزمة العالمية. لو سألتك يعني شلون يعني استطاعت مملكة البحرين أنها يعني تحمي بل وتعزز أكثر من الحق الصحي في مملكة البحرين خلال هذه الجائحة؟ بداية دعني أقدم لكم جزيل الشكر على هذا البرنامج الرائع والناجح، وعلى جهود وزارة الإعلام تقوم فيها خاصة في ظل مواجهة الجائحة فيروس كورونا COVID-19، وهذا الجهود الإعلامية مقدرة وأيضا هي محل احترام وتقدير. المواطن البحريني يجد المعلومة قريبة له، وأيضا برنامج يوصل له كل ما هو جديد أو مستجد فيما يتعلق بهذا البرنامج. فشكر لكم جميعا على إتاحة الفرصة أن نكون أمام المشاهدين لإبراز جهود مملكة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان في ظل مواجهة الجائحة كورونا. دعنا أولا أبين للسادة المشاهدين أن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في إنسانيته منذ الولادة، وهي حقوق للجميع، هي عالمية.
هي الحقوق التي يتمتع فيها من حق الحياة والتعلم والصحة والرفاهية والحق في الرفاهية والتنمية وغيرها من الحقوق التي هي عالمية في طبيعتها وهي متأصلة في طبيعة الإنسان شخصه. ولكن هذه الظروف طبعا الاستثنائية أو تتعرض هذه الحقوق لمواجهات وتحديات كبيرة في ظل الحروب والنزاعات وأيضا في ظل الكوارث البيئية والصحية في العالم. ونحن الآن في مملكة البحرين كجزء من هذا العالم نواجه انتشار فيروس كورونا الجائحة، وبالتالي هذه الحقوق قد تتعرض بشكل أو بآخر لنوع من المساس في حرية التنقل، في حرية العمل، في أيضا التمتع بالصحة اللازمة وأيضا التعلم. ولكن احنا في مملكة البحرين ولله الحمد وبفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ملك الإنسانية راعي الحقوق، أرسى قواعد أساسية في ظل المشروع الإصلاحي وأسس دولة القانون والمؤسسات، وبالتالي يأتي هذه الجائحة لمملكة البحرين كتحدي لاختبار البنية التحتية القانونية الدستورية والقانونية وأيضا قدرة برامج عمل الحكومة وأيضا الممارسات القانونية والتطبيق العملي في البحرين. فمن هذا المنطلق اسمح لي أن أتحدث عن عدد من المنطلقات الحقوقية فيما يتعلق بالحق في الصحة، تعزيز الصحة، الحق في تعزيز التعليم، الحق في تعزيز العمل، الحق في تعزيز حقوق العمالة الأجنبية، الحقوق الاقتصادية اللي هي متعلقة بحق الرفاه والتنمية والإنسانية، وأيضا الجهود اللي قامت فيها مملكة البحرين فيما يتعلق بإجلاء المواطنين البحرينيين والطلبة من الخارج، بالإضافة أيضا إلى مساعدة الدول الصديقة والشقيقة في إجلاء مواطنينهم من مملكة البحرين إلى دولهم. إذا أخذنا على سبيل البداية موضوع الصحة في مملكة البحرين، البحرين شكلت لجنة تنسيقية عليا بقيادة صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، وهذه اللجنة بكل جدارة وبكل اقتدار استطاعت أن ترسم خطة وطنية ناجحة وشاملة وفي وقت مبكر واستباقي، وعملت على استباق الدول اللي هي يمكن أكبر منا أو أصابها الجائحة قبلنا، ولكن هذه الخطة عملت على توفير مراكز العلاج والعزل ووصل مستوى السرة والعزل لأكثر من 5600 سرير ومركز مراكز العزل المختلفة في البحرين، ووفرت مراكز الفحص والفحوصات اللازمة، وعملت الحملات الاستباقية للفحوصات اللي هي تسويها العشوائية، وأيضا وفرت الكثير من الخدمات المتعلقة بالفحص من داخل السيارة، أيضا وفرت الأدوية الطبية سواء اللي احنا احتجناها في فترة الأزمة، سيرنا طائرات خاصة للهند والصين وجلبنا معدات وأدوية في وقت مبكر من الجائحة. فعملت وزارة الصحة بقيادة وزيرة الصحة سيدة فاطمة فائقة الصالح في ظل توجيهات اللجنة التنسيقية على توفير كل ما يمكن أن تكون الرعاية الصحية موفرة ومعززة للمواطن، والذي زاد هذا الموضوع أيضا يعني اعتزاز لنا جميعا صدور أبر جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه بأن يعامل الأجنبي أو الوافد إلى مملكة البحرين معاملة المواطن بتلقيه العلاج مجانا. فهذا طبعا كان له صدى كبير من الجالية الأجنبية في البحرين، تمثل نسبة كبيرة من السكان في مملكة البحرين، وأيضا يجدون أن الرعاية الصحية في البحرين رعاية متقدمة وناجحة يمكن أفضل من بلدان بعض هذه العمالة، وبالتالي فضلوا البقاء في البحرين، يحسون بالأمان أكثر والاطمئنان أكثر في البحرين أن يتلقون هذه الرعاية بشكل أفضل لو هم كانوا أيضا في بلدانهم. فنحن فخورين أن احنا البحرين في ظل هذه الجائحة نجح برنامج عمل الحكومة، وفي من المرونة والقدرة على احتواء هذه الأزمة الطارئة اللي مرت في البحرين اللي هي غير مخطط لها، غير معتمدة في الموازنات، غير مخطط لها أنها ممكن تمر علينا، فهي فاجأتنا في عملية التصرف الميزانية العامة في وضع البرامج والتركيز. ولكن جهود الحكومة برأس صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة كانت جهود واضحة وناجحة، وتوجيهات السديدة للسادة الوزراء وأيضا وزارات الدولة وكل ما يخصه أن يكون تسخير الرعاية الصحية بالشكل الأمثل لتحقيق النجاح اللي احنا وصلنا فيه الآن، ونأمل أن هذه الخطة تستمر بنفس القدر من النجاح، وأن أيضا تواصل تحقيق من الصحة للمواطنين والمقيمين، وأن لا يكون بيننا أي حوادث وفيات بالقدر الممكن،
وأن يكون نسبة التعافي تتواصل هي الأكثر على مستوى العالم، وأن يكون قصة نجاح بالنسبة لتعزيز الحق بالصحة كما هو تعزيز الحقوق الإنسانية الأخرى اللي يمكن نتطرق لها في البرنامج على حسب العرض اللي تشوفونه مناسب. جميل. طبعا احنا يمكن تكلمنا عن حق جدا مهم جدا هو الحق في الصحة، ولكن أيضا هناك العديد من الحقوق الأخرى اللي تفضلت فيها، يمكن وأهمها اللي وازمة حتى الحق في الصحة الحق في التعليم. احنا نقول لله الحمد يعني مملكة البحرين ضربت أروع مثل في إدارتها الحكيمة وإدارتها السديدة إلى هذه المرحلة الاستثنائية، وخاصة فيما يتعلق بعملية التعليم. الحمد لله شفنا أن التعليم ما توقف، عيالنا استمروا في عملية التعليم عن بعد، أظهرت إمكانيات كبيرة جدا يمكن ما كنا نتوقعها، ولكن لله الحمد برزت، واليوم الكل سعيد ومستانس حتى يمكن بفرحة تخرجهم من المراحل الدراسية. فنبي نتكلم عن هذه الخطوات الكبيرة اللي قامت فيها مملكة البحرين اتجاه التعليم عن بعد، وإلى أي حد توفقت في إدارتها. طبعا اللجنة التنسيقية أنا أعتقد هي العنصر الأساس في النجاح الأول هو إنشاء اللجنة التنسيقية، وبرأسة صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه. أنا أعتقد هي نقطة الانطلاق النجاح المبكرة، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة في وقت استباقي. يعني إحنا تداركنا الخطورة الموجودة، وخاصة بالنسبة لموضوع المدارس والطلبة، أبنائنا الطلبة في المدارس والطواقم التعليمية، كيف ممكن نحمي الطلبة؟ فأصدرنا يعني توقيف الدراسة لمدة أسبوعين في الفترة 26 فبراير، كان وقت مبكر جدا من الجائحة، ولكن أنا أعتقد الفترة الأمر الاستباقي المبكر ساعد في احتواء صحيح. انتشار هذا المرض، وأيضا انتشاره في مراحل مبكرة، وبالتالي خاصة بين هذه الفئة الصغيرة، يمكن خاصة أطفال دور الحضانة صحيح. والابتدائي والإعدادي اللي أيضا اللي هما يعني يتعرضون للتلامس والاختلاط بشكل كبير في المدارس، يعني وهذا طبيعة العملية التعليمية صحيح. وبالتالي صار التعليم، وزارة التربية والتعليم أيضا أصدرت توجيهات بتوجيهات الحكومة الرشيدة إن على الرغم إن إحنا سوف نعطل التعليم، لكن نحن نبحث في البدائل، كيف ممكن أن نحافظ أن السنة الدراسية لا تتأثر، التحصيل العلمي لا يتوقف، كيف ممكن أن أبنائنا الطلبة يستمرون بالدراسة. فتم تفعيل البوابة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني، وأيضا المختبرات الافتراضية، وأيضا التعليم عن بعد واستخدام وسائل التقنية، وتعزيز مدارس الملك حمد التكنولوجيا. وبدينا نفحص يعني اللي هي خططنا السابقة في كيف ممكن أن احنا نستمر في التعليم. وأيضا تلفزيون البحرين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خصص قنوات تلفزيونية لبث المواد الدراسية والحصص التدريبية للطلبة، فكانت قصة متكاملة جميلة أن أبناء الطلبة ولله الحمد نقلناهم من بداية الجائحة في فبراير إلى الآن في نهاية السنة، وتخرجوا البعض منهم وبعضهم ينتظر ولم يتأثرون، بل احنا زدنا من فاعلية استخدام للتقنيات التكنولوجية، والطلبة أصبح عليهم مسؤولية كبرى بعملية التعلم عن بعد، عملية ليست سهلة وليست بسيطة، وأيضا هي تجربة جديدة، ولكن وزارة التربية والتعليم حافظت على الحق في التعليم وحافظت على التعليم، والبوابة الإلكترونية فتحت مجال أيضا لتبادل المعلومات والتواصل بين أولياء الأمور مع الطاقم التعليمي والمدارس. فكانت حقيقة أن التعليم قدم أسطورة جميلة بأن البحرين مهتمة في عملية تعزيز الحق. الأمر اللي زاد اعتزاز لنا جميعا هو اتصال جلالة الملك حفظ الله ورعاه لبرنامجكم الموقر، وتوجيه رسالة سامية لأبناء الطلبة لتقديم يعني الحرص جلالة الملك ورعايته لأبناء الطلبة في ظل هذه الجائحة. تقديم التحفيز والدافعية كان جدا يعني شعور أبوي جميل. المبادرة الطبيعية المبادرة الطبيعية من قائد حكيم يعني أن في ظل هالانشغالات الكبيرة أن يسخر من وقت الثمين أن يتحدث إلى أبناء الطلبة وأن يشكرهم وأن يطمن عليهم وأن يشكر الطواقم التعليمية على جهودهم الاستثنائية في هذا الجد. وأنا أعتقد هذا وسام شرف نعتز فيه كبير كلنا جميعا، وخاصة جهاز التعليم وأبناء الطلبة في المدارس التعليمية. لا شك يعني أستاذ الكريم يعني أن يعني حقوق الإنسان يعني في خلال هذه الجائحة أخذت أولوية قصوى من قبل حكومتنا المقرة بلا شك، وهذا الأمر موثق لديكم بالأرقام بالإحصائيات، وهذه الأرقام تثبت يعني مدى نجاح البحرين في تحقيق وفي
صون حقوق الإنسان خلال هذه الجائحة، وشكرا على تزويدنا يعني بهذه الأرقام. يعني راح نعرضها طبعا على مراحل خلال حلقتنا، لكن احنا عندنا أيضا اتصال مشاهدينا. الإشادات الدولية اللي حازت عليها مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا تثبت لنا مدى الجاهزية والاحترافية اللي تعامل فيها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في مواجهة هذه الجائحة، وقدرة البحرين في التعامل والتعاطي مع أي تحدي يستجد على المنطقة والعالم. راح نتكلم أكثر عن الإشادات الدولية اللي حصلت عليها البحرين في مواجهة فيروس كورونا. يسرنا يكون معنا عبر الهاتف السفير جمال الرويعي، الممثل الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة. نمسي عليك بالخير. الله يمسيك بالخير أخوي بسام، وأيضا أمسي بالخير على الأخت رقية، وأيضا أمسي بالخير على سعادة مساعد وزير الخارجية سيد عبد الله بن فيصل الدوسري، وعلى وأشكركم على الاستضافة وعلى جهودكم أيضا أنتم كإعلاميين متميزين ما شاء الله عليكم، وعلى البرنامج المتميز. وإحنا نشكرك كذلك على يعني وقتك الثمين الحقيقة. يعني لو سألتك يعني ما هي أبرز الإسهامات اللي قامت بها مملكة البحرين في إطار عمل الأمم المتحدة أو العمل المتعدد الأطراف، خاصة وأن يعني العمل في مواجهة هذا الوباء يتطلب تضامن بين الدول وتوحيد الجهود كذلك؟ تسلم. لا شك طبعا أخوي بسام بأن مملكة البحرين بجهودها وبتجربتها الاحترافية وفق المعايير الدولية في مواجهة هذه الجائحة، والتي لاقت طبعا العديد من الإشادات الدولية، لا شك بأن لها امتداداتها طبعا طبيعية تجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وطبعا هذه نابع وناتج من علاقات مملكة البحرين مع دول العالم التي أرساها طبعا سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حبن بن عيسى آل خليفة، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وسيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد خليفة ولي العهد الأمين. كل ذلك نرى الآن يعني يتجلى ذلك في أسس التضامن العالمي لمواجهة هذه الجائحة، والتي أكدت عليها طبعا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. طبعا مملكة البحرين شاركت في تلك الجهود على مستوى الأمم المتحدة ومستوى العمل متعدد الأطراف، من خلال التبني والتضامن مع العديد من المبادرات الدولية التي تتعاطى مع هذه الأزمة من أبعاد مختلفة، وذلك بتوجيهات من سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. إذا وقتكم يسمح بس تفضل أعرض بعض المبادرات وبعض الإسهامات التي قامت فيها مملكة البحرين. طبعا أيضا مملكة البحرين قوات الأمين العام للأمم المتحدة التي أطلقها لوقف إطلاق النار على مستوى العالم بشكل فوري من أجل التركيز لمكافحة ومحاربة هذه الجائحة. انضمت مملكة البحرين للبيان الداعي طبعاً إلى التضامن مع مدينة نيويورك، كونها مقر منظمة أكثر المناطق المتضررة من الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية. أضف إلى ذلك بأن مملكة تراسها لمال المحيط الهادي في شهر أبريل الماضي، استضافت الأمين العام للأمم المتحدة مع أنطونيو غوتيريس، الذي شارك طبعا في اجتماع حوار مع الدول الأعضاء حول تأثير هذه الأزمة على الدول المجموعة والجهود التي يتبذل لها من قبل المنظمة لدعم الدول في مواجهة الوباء والتخفيف من آثاره الاقتصادية وغيرها من الآثار. طبعا البحرين قامت بالعديد من المبادرات والبيانات، أيضا مثلا عندك انضمت البحرين للموجز
موجز سياسات تأثير كوفيد الذي طبعا أشار إلى أثر الأطباء تعطل الإمدادات الإنسانية لمناطق النزاع أيضا على كسن أيضا ضمان حقوقهم في الصحة والعقلية حماية رفاههم الاجتماعي والاقتصادي على عدم المساواة مع الآخرين، وهذا ما أكدت وأكد عليه طبعا سعادة مساعد وزير الخارجية في كيفية يعني ما ضمنته مملكة البحرين من خلال إجراءات والتزاماتها أيضا تجاه مواطنيها كافة بدون أي تهميش. كما تبنت المملكة أيضا عدد من المشاريع أيضا الهامة، وعبر سابق طبعا كان القرار أو البيان المتضمن موضوع التضامن الدولي في مكافحة كوفيد 19، وهذا يعني يعتبر كان أول قرار يصدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طبعا أعرب عن الامتنان لكل من يتواجد على الخطوط الأمامية لمكافحة وباء كوفيد 19، ومن خلالكم طبعا أحيي جهود طبعا الخطوط الأمامية في مملكة البحرين، الجهود الجبارة التي بذلوها ويقومون بها دائما. طبعا نعم قامت سعادة السفير يعني لو سمحت نعم. لو تسمح لي أسألك، يعني هو شيء جميل وصراحة شيء يدعو للفخر أن البحرين لم تغفل أيضا على يعني المشاركة الدولية وأن تكون شريك فاعل في إيجاد حلول مناسبة لمواجهة هذه الجائحة، هذا شيء رائع جدا يعني. ولكن أيضا كانت هناك العديد من الإشادات الأممية المتواصلة بتجربة البحرين، ولا أتحدث أيضا على تلك الإشادات التي تقع في يعني في إطار المنظمات يعني التابعة للأمم المتحدة، أيضا هناك إشادات على مستوى دول، على مستوى رؤساء دول، على مستوى سفراء، فيعني ما رأيك بهذا يعني بهذه الإشادات؟ اي لا طبعا يعني لا شك بان يعني ما قامت به مملكة البحرين طبعا على من بداية الجائحة الى اليوم طبعا كان محل إشادة وتقدير من منظمة الصحة العالمية، عندنا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين سعادة وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة، كل هذه الإشادات طبعا لا ننسى ايضا على الصعيد الثنائي ما حصلت عليه البحرين ايضا من إشادات، كل ذلك يعني له اكبر دليل على صحة مملكة البحرين، على قوة ومتانة الإجراءات التي قامت بها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد وفريق البحرين في العديد من المجالات التي فعلا يعني كانت محط تغيير من هذه الاتهامات. طبعا الدول الان يعني انا اتكلم لك الان من منظور تعاملي داخل مع الدول الاخرى، طبعا دول حريصه ان تسمع التجارب الاخرين كيف تعاملت هذه الدوله وكيف عندكم سيطره على هذه الوباء، وكيف ان مملكه البحرين الان يعني لا تزال يتمكن مواطنيها بحريه الحركه، وكيف يعني المساواه في العلاج وتلقي الخدمات الصحيه، كل هذه طبعا محطه تستفيد منها الدول الاخرى، وطبعا هذه ما قامت به البحرين، فلا شك ان يكون لها طبعا اشادتها الطبيعيه التي تلقاها المملكه. نعم لا شك، واحنا نحيي ايضا جهودكم سعادة السفير، وشكرا على يعني هذه المداخلة، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج مجتمع واعي. السفير جمال الروعي الممثل الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا طبعا احنا اكيد متابعين معكم لقائنا مع ضيفنا الكريم في الاستوديو سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري. يعني لما نتكلم عن مجال الحقوق أيضا يمكن في جانب لازم ما نغفل عنه ولازم نذكره، لأن يعني هذه يمكن من أبسط الأمور اللي احنا لازم نذكرها في حق مملكة البحرين. لما نتابع اليوم الأخبار حوالينا ونشوف أن باقي الدول شلون قاعدة تتعامل وشلون قاعدة تدير مع هذه الأزمة، نلاقي روحنا صراحة محظوظين جدا كنا نحن في مملكة البحرين.
في مبادرات كثيرة أطلقتها حكومة مملكة البحرين كانت بالتأكيد يعني تضمن حقوق المواطن والمقيم على حد سواء، وتضمن أنهم يحصلونها يعني على درجة ممكنة من الأريحية وتقديم التسهيلات والخدمات. الحزمة الاقتصادية هذا أمر يعني يمكن ما كان متوقع، ولكن حدث حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني فقط لتعزيز الاقتصاد البحريني، يعني شيء كبير جدا حدث في مملكة البحرين، تبي تتكلم عنه؟ طبعا من ضمن جهود الحكومة الرشيدة طبعا أنها ركزت على كافة القطاعات في مملكة البحرين الحيوية، الحفاظ على الاقتصاد الوطني، أيضا الحفاظ على أيضا حجم التبادل التجاري مع الدول الأجنبية، وبالتالي أيضا على حفاظ على قوة متانة البنوك المركزية، البنك المركزي والبنوك التجارية، بنوك الأوفشور، أيضا على وضعية أيضا أصحاب الأعمال والتجار في البحرين. ومن أجل أن الحفاظ على الاقتصاد البحريني اللي هو أحد مكونات قيام الدولة، حرصت الدولة أنها تدعم الاقتصاد من التأثر والتعرض لأثر هذه الجائحة، فجاء صدور الأمر الملكي أو السامي، توجيهات سامية بتخصيص 4.3 مليار دينار، مبلغ ضخم جدا صحيح. لدعم كافة القطاعات. توزعت طبعا هذه المبالغ على العديد من القطاعات الحيوية، هي في محورها الأساس المواطن البحريني، كيف ممكن أنا أحافظ على مستوى المعيشة للمواطن بحيث أنه لا يتضرر. فبالتالي هي الحزمة الحكومية راحت لمساندة المواطن في أن يتغلب على التحديات. نأخذ بعض الأمثلة السريعة، صدور قرار من مجلس الوزراء بتأجيل أقساط الإسكان لمدة 6 شهور، يعني أنا أعتقد خفف العبء على كاهل الكثير من صحيح. الأسر البحرينية الكبيرة. تكفل مملكة البحرين بدفع فواتير الكهرباء لمدة 3 شهور، أنا أعتقد أمر كبير خفف أيضا على كاهل المواطن البحريني. أيضا إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم الحكومية بسبب يعني ضعف الإقبال السياحي، بسبب الإقفالات اللي صارت، بسبب تنقل من الدول الشقيقة إلى البحرين أثناء الفترة هذه. أيضا رفع قدرة الاقتراض للبنوك من قبل الدولة بمبلغ 3.4 مليار دينار، هذه إجراء قوي عمله البنك المركزي ليسمح للبنوك أن تتمكن ولا تتعرض لضائقة، أن تتمكن من تمويل المواطنين وأقراضهم لتستمر العملية، سواء صاحب منشأة أو صاحب عمل أو صاحب أيضا أسرة أو عليه التزامات مادية أخرى. طبعا أيضا ضمان الحكومة ضمنت توفير المخزون الغذائي الاستراتيجي للبحرين لمدة 6 شهور، ويمكن تابعنا التصريحات الصحفية لسعادة وزير التجارة السيد زايد بن راشد الزياني عندما أكد لنا أن المخزون الاستراتيجي لمدة 6 شهور مضمون، ليس المواد الغذائية فحسب، ولكن أيضا المواد الحيوية أيضا اللي هي تتعلق بالمواد الطبية، المواد التنظيفية، المواد الأخرى. أيضا الحكومة سخرت جهودها بتوفير طائرات خاصة لنقل، مثل ما بينا في البداية، لنقل هذه الأدوية وهذه المعدات في فترة قياسية وسريعة جدا. يمكن احنا سبقنا الزمن وسبقنا الدول الأخرى أن احنا طلبنا هالمعدات، أن هي طلبناها وحزنا عليها، سواء من الهند أو من الصين أو من بريطانيا، ووصلت البحرين بكوادر بحرينية بطائرات الناقل الوطنية أعتقد، وكان مخزوننا أيضا مؤمن. طبعا تم إيقاف تحصيل الإيجارات من الأراضي وأيضا المشاريع المتعلقة بالبلديات بالنسبة للمشاريع الناشئة اللي انتفعوا بأملاك البلدية. وايضا طبعا تم تدشين اللي هو المنصه التجاريه الالكترونيه اللي هي mall.com من قبل وزاره التجاره، أنا اعتقد هذه مبادره جدا ممتازه، بحيث ان احنا المنصه سمحت لكافه التجار واصحاب الشركات العوده بسبب انه يعني تقليل ساعات العمل ان تكون هذه المنصه موجوده عليها للاشتراء الالكتروني اي كوميرس، فبالتالي سمحنا احنا لكل شخص انه يدخل على هالمنصه ويمارس مشترياته والشوبينج ماله بشكل يومي من كافة المنتجات اللي يبيها وتوصلها للبيت من دون ما يطلع من البيت، لتقليل عملية الخروج الغير ضروري، وأيضا التنقل الغير ضروري والاختلاط الغير ضروري. ودي أنا أشير أيضا أن طبعا وزارة الخارجية بقيادة سعادة الوزير الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني حرصت
بتوجيه وزارة الخارجية كافة طواقمنا وخاصة السادة السفراء وأيضا المندوبين في الخارج أن احنا نحرص على تلمس الاحتياجات المطلوبة للحكومة فيما يتعلق بموضوع الأدوية، بموضوع أيضا البضائع، كيف ممكن نحن نسخر ونستفيد من التجارب، فكانت توجيهها السديدة. أيضا طبعا نود أن نقدم الشكر أيضا للسادة السفراء والمندوبين مملكة البحرين في الخارج، لأن حسب ما بينت سعادة الدكتور عبد اللطيف راشد زياني هم يمثلوننا في الخطوط الأمامية، الخطوط الأولى للدفاع وأيضا لحماية مصالح البلد ومصالح الشعب البحريني. فالحقيقة يعني هم قدموا التضحية والفداء بأن يكونوا قريبين من كافة المواطنين البحرينيين وأبنائنا الطلبة في الخارج، انتقلوا بعضهم السفراء بسياراتهم الخاصة، وفرنا أيضا حزمة من الأغذية والمعقمات للمواطنين في الخارج، وزارة الخارجية وفرت هذه الخدمات، أيضا اتصال تكليف جلالة الملك المفدى لسعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بنقل تحياته للمواطنين وأبنائنا الطلبة في الخارج بمناسبة عيد الفطر السعيد، وأيضا توجيه جلالة الملك بالإطمئنان على أبنائنا المواطنين في الخارج. إحنا عندنا أكثر من 40,000 مواطن وطالب في الخارج البحرين في الفترة الموجودة الفترة الماضية، فكان وقع جهود وزارة الخارجية في رجالاتها بسفرائها ومندوبينها في الخطوط الأمامية كبيرة، سواء كنا من اليابان إلى روسيا إلى الهند وباكستان بنغلاديش إلى تركيا إلى مصر إلى المغرب إلى طبعا بلجيكا إلى بريطانيا إلى أمريكا، تقريبا شبكة عنكبوتية لرجال الدبلوماسية البحرينية اللي قدموا تضحيات كبيرة وجهود كبيرة أثبتت أيضا فعالية الدبلوماسية البحرينية في فترة الأزمات، فكان أيضا تحدي كبير لنا في وزارة الخارجية، ولكن نجحنا بقدر كبير أن احنا استطعنا أن نجلب المواطنين في الخارج اللي هم رغبوا في العودة، ونقلنا للبحرين أكثر من 6,030 مواطن وفرد لحد الآن، المتبقي تقريبا رقم يقارب 300 الآن اللي احنا جاري العمل على جلبهم للبحرين. يمكن هذه الجهود بس بإطلالة سريعة على جهود وزارة الخارجية، لأن جهود وزارة الخارجية هي تعتبر نوع من الحاضن لكافة هذه الخدمات وتقدم الدعم والمساندة في الداخل والخارج. فيعني أنا أعتقد يعني تحية تقدير لكل الرجالات اللي هم ضحوا، خاصة في إدارة العمليات، إدارة القنصلية، والسادة طبعا وكلاء وزارة الخارجية بذلوا مجهود كبير فيما يتعلق بمتابعة كافة القضايا السياسية، يعني سواء بعض المواضيع اللي احنا تلقيناها بالاتصال أو بطلبات من بعض الدول. يمكن إشارة سريعة لتكملة ما تفضل في سعادة السفير المندوب جمال الرويعي، وإحنا نشكره طبعا على جهود الكبيرة اللي يقوم فيها في نيويورك، وأيضا يعني في الظروف الاستثنائية الموجودة الآن في الولايات المتحدة، أن سعادة وزير الخارجية تلقى اتصالات من عدد من وزراء الخارجية مثل الهند، باكستان، أفغانستان، أيضا بريطانيا وعدد من الدول الثانية، يشيدون بجهود البحرين ويشكرون البحرين للخدمات اللي قدمتها لرعاياهم، وأيضا للجهود اللي باحتضان رعاياهم في البلد وتوفير الرعاية الطبية لهم. فتقدير كبير للبحرين، وكل هذا الدعم وكل هذا الثناء لم يكن ليحدث لولا التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، توجيهات السامية السديدة لوزارة الخارجية، وأيضا الخطة اللجنة التنسيقية العليا بقيادة صاحب سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة، ونجاحه في هذه الممارسة المتطورة في عملية إدارة الأزمات، إدارة الكوارث بمتابعة كافة هذه على كافة المراحل، فنلنا الإعجاب ونلنا الثناء بفضل هذه الجهود الكبيرة. نحن نستحق طبعاً هذه الإشادة أمانة يعني. نستحق. وكذلك يعني أيضا يعني تأتي هذه يعني الممارسات الحقوقية لمملكة البحرين بشكل عام، يعني هي نتاج بلا شك مدرسة يعني جلالة الملك المفدى الله يحفظه في صون وحماية حقوق الإنسان بمملكة البحرين، ولكن أيضا فيما يتعلق بالحقوق يعني تتعدد أكيد يعني بلا شك يعني جهود مملكة البحرين في صون هذه الحقوق للمواطنين وكذلك للمقيمين أيضا على أرضها. ولذلك يعني أنا يعني لو سألتك عن مواصلة يعني المواطنين والمقيمين في أعمالهم اليوم في مملكة البحرين، يعني أيضا مواصلة الأعمال عبر العمل عن بعد هي أيضا حق من الحقوق، يعني برأيك يعني كيف ساهم ذلك في
يعني صون حقوق الموظفين في مواصلة عملهم رغم هذه الظروف الاستثنائية اللي احنا نعيشها؟ طبعا احنا ودنا نأكد على يعني مواضيع موضوعين أساسيين. نعم. الموضوع الأول أن جهود الحكومة يعني سعت أن تحافظ على سير الأعمال في مؤسسات الدولة بشكل طبيعي، بحيث أن هذه المؤسسات تقوم بخدماتها وأعمالها بشكل لا يؤثر أو نعم. تؤثر سلبا على المواطن وأيضا على المقيم وأيضا على الوضع العام في البلد. فبالتالي حافظت يعني في بعض الدول الأخرى عملت حظر تجول لوك داون، في بعض الدول عملت يعني تقنين الخروج والدخول. البحرين لحد الآن لم نتخذ أي إجراءات للحد من حرية النقل أبدا، بل تركنا الموضوع لتقدير المواطن في تشجيعه على البقاء بالمنزل والتحرك في نطاق محدود بما ينفع بقائه وعمله وحياته الأسرية بشكل، وأن يتحمل مسؤولية مع الدولة في هذا الموضوع. لحد الآن إلى اليوم لم نفرض حظر تجول، لم نرى أن هناك حاجة لفرض هذا الموضوع، فأصبح المواطن والمقيم يخرج للتبضع للمواد الغذائية أو للصيدلية أو للمستشفيات أو للعمل في قطاع الأعمال على أساس أنه يعني مواضيع الحيوية لا تتأثر. فبالتالي توجيهات جلالة الملك واللجنة التنسيق العليا بناء عليها أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميم في تقليل نسبة التوظيف، نسبة العمل في المؤسسات كان 50% نسبة العمل في مؤسسات القطاع العام. نعم. وبعدين صدر توجيه آخر بتقليله إلى 70%، بمعنى آخر أن 30% يعمل و70% يعمل من البعد عن بعد. نعم. وأيضا أصدر جلالة الملك فدح وضع الرعاة، وهو دائما السباق في هذا الرعاية الحقوقية الملكية، بنوجه أن يكون المرأة الأم البحرينية أن تعمل من المنزل، وبالتالي لقى صدى كبير للأمهات أن جلالة الملك يخصهم بهذه الرعاية، أن يعني يكون لها الوقت الكافي أن تكون في المنزل برعاية أطفالها وأبنائها، وأن تعمل من المنزل، يعني خصها برعاية كبيرة. ونعتقد هي مبادرة كبيرة لم تحدث في المنطقة، لم نسمع عنها في أي بلد في العالم، وهذه تصب أيضا في المبادرات الكبيرة التي تتميز فيها مملكة البحرين. وبالتالي طبعا الأعمال صارت بشكل طبيعي. ديوان الخدمة المدنية أصدر نظام كيف العمل عن بعد. نعم. فإحنا ما قلنا بس قعدوا في البيت واشتغل، لكن علمنا أيضا ماذا تعمل. نعم. وكيف أيضا تقيم. إحنا في وزارة الخارجية سعادة وزير الخارجية أصدر توجيه فيما يتعلق أن إحنا نضع النظام ما هي العمل عن بعد. نعم. وايضا كيف ممكن ان العمل على البعد يكون ايجابي، وانه هو ايضا يكون سلس ويكون طبيعي، بحيث ان نحقق الشقين، الشق اللي هو التباعد الاجتماعي والتقليل من الاكتظاظ او من العدد الكبير، والشق الثاني ان اعمالنا تنجز وتتحقق بالشكل. فاحنا وزاره الخارجيه لم نرى اي تقصير او ان الاعمال قلت، بالعكس ان اعمالنا انجزت بشكل كما لو كنا احنا بالعدد الكامل. نعم. وايضا احنا بعد يعني اختبرنا قدراتنا على العمل عن بعد. نعم. واجتماعاتنا صارت كلها عن بعد، ليس على داخل البحرين فقط، ولكن اجتماعاتنا ايضا مع صحيح. مع الخارج، وكان سعاده وزير الخارجيه عقد عدد من اجتماعات الوزاريه عن بعد من الوزاره، ايضا عقد اجتماعات مع الاتحاد الاوروبي، مع الامم المتحده، اجتماعات كثيره. وبالتالي احنا حققنا الكثير من ان احنا وفرنا الحق في العمل ان يتواصل. لم يكن هناك ايضا وزير العمل اصدر توجيهاته بناء على توجيهات الحكومه لا يكون هناك اي تسريح او ريدندنسي في الاعمال، وان يحافظون على القدره العماليه بنفس القدر. وايضا الحكومه مشكوره ايضا قدمت رواتب ايضا القطاع الخاص لمده 3 شهور. صحيح. فقدمت نوع السبسيدي، دعم للقطاع الخاص بان تتحمل جزء من رواتب 3 شهور لنهايه شهر 6، بحيث ان القطاع الخاص في ايضا في مواجهته الظروف الاستثنائيه والمصاعب ان تتشارك مع الرزق وايضا المسؤوليه ان قدمت. وانا اعتقد القطاع الخاص في البحرين محظوظ ان يكون في بلد في حكومه ترعاه وتنظر إليه من نفسها وتقدم له هذه الحزمة المالية. وبالتالي يعني لاحظنا أن الأعمال ما صارت بشكل جيد، وانعكس أيضا ذي الموضوع أيضا فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية. صار توجيه من وزارة العمل أن يعني نحافظ على رعاية الحقوق العمالية الأجنبية أيضا في ظل الجائحة، فيما يتعلق في توفير السكن غير مكتظ
خاصة السكن العمال أن يكون هناك، ووزارة الداخلية أيضا قدمت جهود مشكورة في المساعدة في تطهير بعض هذه المناطق الإسكانية السكنية الموجودة، وأيضا توفير يعني مساكن إضافية لهذا العمل. وأيضا الرعاية أن هذا العمال الأجنبية رواتب لا تتوقف وحقوق لا تتوقف وتتأثر، ولذلك احنا يعني ما زالت العمالة الأجنبية موجودة في البحرين معانا، قليل جدا اللي طلب انه هو ينتقل او يسافر الى بلده. وعلى يعني مع هذا قامت الحكومة البحرينية بالسماح لطائرات خاصة من بعض البلدان بان نشغل مطار البحرين ونسمح لها بالهبوط لنقل بعض الرعاية سواء في الهند او بعض الدول الاخرى كالاردن كمصر وعدد من الدول الاخرى. صحيح، يعني احنا اذا رجعنا وتكلمنا عن يمكن الوضع بشكل عام وخاصه فيما يتعلق عن العمل في المنزل، فاحنا نقول ان لله الحمد، يعني يمكن كان جميع اليوم المواطنين على قدر المسؤوليه لما قلنا العمل من المنزل، الكل عمل الكل اجتهد ويمكن ادى بشكل يعني فيه كفاءه كبيره وفيه جوده عاليه جدا. احنا راح نتوقف الحين مع مشاهدينا مع هذا التقرير اللي يستعرض جهود مملكه البحرين في تعزيز الحق في العمل، وراجعين نستكمل حديثنا اكيد مع ضيفنا العزيز في الاستديو. متواصلين معكم مشاهدينا في الحديث عن حفظ مملكة البحرين وصيانتها لحقوق الإنسان، ويسرنا تكون معنا عبر الهاتف السيدة دينا اللذي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان. مساك الله بالخير ويا هلا وسهلا فيك. مرحبا فيكم. من وجهة نظركم يعني شلون تقيمون التزام المملكة في حفظ وتعزيز الحقوق الأساسية للمواطن والمقيم، وخصوصا يعني حق الصحة والتعليم خلال مكافحة المملكة لفيروس كورونا؟ دائما ما تحرص مملكة البحرين على كل ما يخص بحافظ على حقوق الإنسان في جميع المجالات، ولكن في هذه الظروف الاستثنائية فإن الدولة تولي اهتمام خاص بالحق في الصحة أولا وتعتبر من أولوياتها. وعندما نتحدث عن الصحة يجب أن نبدأ ونستشهد بما تقوم به الحملة الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وما تقوم به من إجراءات استباقية وقرارات مدروسة أثمرت جهودها عن نتائج لاقت إشادات دولية، منها طبعا منظمات الصحة العالمية والدول اللي لقى رعاياها عناية صحية خاصة في مملكة البحرين، طبعا أسوى بما يتلقاه المواطنين والمقيمين في داخل الدولة من علاج وعناية، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة ولكي نتجاوز وتتجاوز المملكة الجائحة والخروج بأفضل النتائج. طبعا حرصت مملكة البحرين على استمرار كذلك التعليم وعدم انقطاعه، كثفت الجهود من خلال وزارة التربية والتعليم، الكوادر الوطنية الإدارية والتعليمية بالتعليم الإلكتروني ودراسة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية من منازلهم،
دللت طبعا كثير من الصعوبات التقنية على مدار الساعة، وساهم ذلك طبعا في استمرار حصول المواطنين على حقهم في التعليم والصحة، وهاي طبعا من مبادئ حقوق الإنسان الواجب على الدولة أن تقدمها باهتمام كبير. نعم، يعني مملكة البحرين أكيد ما غفلت عن هذه الحقوق الأساسية اللي يجب أن يتمتع فيها المواطن، ومثل ما ذكرنا له الحق بالصحة والحق بالتعليم، لكن أيضا هناك حقوق أخرى حرصت عليها مملكة البحرين وحرصت على أنها فعلا توليها قدر كبير من الأهمية. فشنو برايك يعني الإجراءات الحكومية اللي أعلنتها المملكة للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن والمقيم على حد سواء؟ طبعاً مملكة البحرين استطاعت أن تحافظ على سير الحياة العامة والاقتصاد الوطني خلال فترة الجائحة، وراعت مبادئ حقوق الإنسان في كل قراراتها طبعاً، ومنها نستشهد بالتوجيهات الملكية لحضرة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، وذلك لمعالجة الانعكاسات العالمية على الاقتصاد الوطني طبعاً، اللي خصص لها حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار. طبعاً هذه التوجيهات صاحبتها قرارات حكومية حكيمة من طبعاً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء. طبعاً وكل ذلك كان كفل استمرارية الحياة رغم الظروف الخاصة اللي يمر بها العالم وليس البحرين فقط، ولكن البحرين دائما تتميز عن باقي الدول في تصديها للعوارض الاستثنائية، وفي مقدمة وتكون طبعا مصطفى في مقدمة الدول، وهذه طبعا على مرأة من الجميع يعني تصنيف البحرين في كثير من الأمور الصحية على الصعيد العالمي. في هذه الأزمة أثبتت البحرين تفوقها ذلك بشهادة كثير من الدول واستشهادهم بإنجازاتها في جميع المجالات، يعني كثير من الدول كانت في قرارات ممكن قد تكون فيها شلالية حق بعض المجالات، لكن البحرين الحياة مستمرة حتى يعني قراراتها تراعي جميع الجوانب، فسواء خلال الجائحة أو في طبعا استباقية حق ما سيحدث مستقبلا. فإن شاء الله نكون طبعا من الدول المتقدمة، وإن شاء الله أن نشوز هذه الأزمة وتعدي إن شاء الله على خير. إن شاء الله أكيد إحنا بتكاتف الجميع راح نعدي من هذه الأزمة إن شاء الله، ومثل ما تفضلتي وإحنا نأكد دائما أن مملكة البحرين دائما ما حظيت بإشادة يعني كبيرة وأممية دولية من خلال إدارتها الحكيمة لهذه الجائحة. السيدة دينا اللظي، اسمحي لي أخيرا يعني حاب أوصل طبعا مسج حق المجتمع، طبعا الدولة تراهن على وعي المجتمع، واحنا احنا الدوله الاكثر اللي تراهن على وعي المجتمع، وتكاتف طبعا المجتمع مع الحكومه مهم جدا في المرحله الحاليه والمرحله القادمه. يعني الالتزام لازم يكون عندنا وعي والتزام، وانا طبعا من خلال تلفزيون البحرين احنا قريبا مركز المنامه لحقوق الانسان راح يدشن حمله اسمها وعي والتزام، فالالتزام مهم والوعي احنا نراهن طبعا على وعي المجتمع، فلا نخسر هذه الرهان وخلينا متكاتفين وملتزمين. الناس ممكن في يعني في الوضع الراهن في عندها تخوف من الاعداد اللي قاعده تزيد، الاصابات اللي قاعده تزيد، احنا طبعا دراسه عندنا فريق يدرس كل الاجراءات. نعم. يدرس كل الاعداد هذه. يعني أولاً لا ننسى تكثيف الفحوصات وللقضاء طبعاً وحصر الفيروس. نعم. ثاني شيء العادات اللي إحنا الاختلاط الزيارات لازم نقلل منها، نلتزم بقرارات الحملة الوطنية واللجنة التنسيقية، وإن شاء الله نكون في مأمن إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً إحنا دائماً نعول على وعي المواطن البحريني ودائماً ما أثبت هذا الشيء. السيدة دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان، شكراً جزيلاً لك.
عودة مجددا مشاهدينا ومستمرين بالحديث طبعا عن الجهود الحقوقية لمملكة البحرين مع سعادة السيد عبد الله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية. يعني احنا مستمرين معك بالتأكيد. إذا تكلمنا يعني سعادتك عن منظومة القيم الاجتماعية في مملكة البحرين واللي شفناها يعني برزت بشكل كبير يعني خلال هذه الأزمة، يعني الإنسانية المواطن البحريني كذلك أيضا من خلال الشراكة المجتمعية، إلى أي مدى هذه تساهم في يعني يعني إبراز صورة مملكة البحرين ومكانتها يعني عالميا في مجال حقوق الإنسان؟ طبعا مملكة البحرين يعني تتمتع بمستوى راقي، الشعب البحريني شعب راقي، شعب متعلم مثقف. نعم. مملكة البحرين لها تاريخ أكثر من 5000 سنة في التاريخ، لها عمق تاريخي، لها أرث تاريخي، لنا حضارات كبيرة، وكافة الحضارات اللي بالمنطقة مرت على البحرين أو استوطنت فيها، فخرج عندنا شعب بحريني يعتز بهويته الوطنية، يعتز بقيمه الوطنية، يعتز بمبادئه. وجلالة الملك دائما ما يعني يوجهنا ان احنا نعتز بهويتنا الوطنية سواء في الداخل او في الخارج، ان احنا نعتز ونتحدث شنو هي القيم المشتركة الموجودة فينا. فبالتالي اصبح قيم حب الاخر، قيم التعايش السلمي، قيم العدل، قيم الحرية، قيم التواصل، قيم الاجتماعية متوارثة في هذا المجتمع ونعزز عليها في كل المنتديات. فبالتالي هذه الجائحة جاءت لتخرج هذه القيم من داخل نفوسنا وقلوبنا في تعاملنا مع نفسنا، مع أسرنا، مع جيراننا، مع الأعمال الأجنبية. وبالتالي احنا احتضننا مملكة البحرين الجالية الأجنبية بتوجيهات مثل ما بينا الملكية، برعايتهم الصحية، بتوفير السكن اللائق لهم، بحاولة تقليل الاكتظاظ في بعض سكن العمال الموجودة، التعقيب اللي قامت فيه الدولة بالنسبة لهذه المناطق ببيئات العمل، أيضا توفير التوجيهات لبيئات العمل هذه بأن هي تحافظ على هذه العمالة في فترة العمل، أن يتوفر لهم السلامة، المعايير والمبادئ. ومثل ما قامت وزارة الخارجية بترجمة الكثير من الكتيبات إلى اللغات مو بس الإنجليزية، إلى الأردو أيضا اللغات نعم. الثانية وزعناها على، أيضا قامت الدولة بتوجيه يعني بطلب يعني من أصحاب الأعمال أنهم ينورون ويثقفون الأعمال الأجنبية كيف التعامل مع حق من حقوقهم بالتأكيد. نعم. إيه. فبالتالي إحنا في البحرين أثبتنا أن هذا الشعب الراقي وهذا نعم. المواطن اللي الدولة تراهن عليه انه هو قد هذه المسؤوليه، بل انه هو يتحملها بجداره، وانه هو يمثل او يظهرها بشكل مشرف لنا في الداخل ولنا في الخارج. ولذلك احنا وجدنا ان كل الموجودين العمال الاجنبيه او زملائنا الاشقاء في الخليج ظلوا في البحرين وظلوا على تواصل معنا ويشكرون يعني تحملنا او وجودهم معانا في هذا البلد، مثل ما صار في الكثير من الازمات والحروب اللي مرت في الخليج، الحرب الخليج الاولى والثانيه، عندما البحرين ايضا احتضنت الكثير من الاخوان الاشقاء في البحرين، وكان المواطن البحريني هو المشرف وايضا هو المواطن الذي يعني يبذل الغالي والنفيس بكرمه وجوده وعطائه أن يكون سمعة البحرين هي الأولى، سمعتنا في المقام الأول. نعم. فبالتالي هناك شراكات من قبل المواطنين، هناك شراكات أيضا من منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني بعض الجمعيات بذلت مشكورة، نقدم لها الشكر، أن هي ساهمت في حملات التعقيم والتطهير اللي صارت في 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 في, في القرى وأيضا في المدن وفي الشوارع الرئيسية اللي هي مكتظة بالسكان. نعم. اللي أو هي مناطق عمل سابقا. وبالتالي يعني لابد الإشارة إلى الجهود اللي قامت فيها أيضا وزارة الداخلية بفتح باب التطوع، وقام تسجيل أكثر من 30,000 متطوع في غضون أسبوع تقريبا. يعني 30,000 متطوع مساهمة إرادية أنه يبي يسجل نفسه أنه يخدم بلده، أنه يساهم، يقول الحكومة والبلد ما قصروا وأنا أقدم شيء معاهم. فبالتالي 30,000 قام جهاز الدفاع المدني بوزارة الداخلية مشكورين بتدريبهم. نعم. يعني شوف الرقي والتطور الموجود، ما أخذهم وداهم يشتغلون، قال له أول شيء عمل لهم دورات تدريبية. فقام عمل توعيتهم وتنويرهم وتدريبهم والتأكد أنه ممكن يقوم بهذه المهمة،
بحيث لا يتعرض لسلامته أو الإضراب نفسه. وشفنا يمكن عن طريق التلفزيون البحرين أن كيف أن الشوارع الرئيسية كانت تنظف بالليل، نصبح الصبح نطلع نروح أعمالنا نشوف البلد نظيفة يعني مطهرة مغسلة، شيء كبير يعني أنا أعتقد الجمعيات ساهمت فيه. أيضا ساهموا كثير من الجاليات الأجنبية وبعض أيضا عناصر من سفارات الأجنبية في البحرين، وإحنا نشكرهم على هالمساهمة. بعضهم ساهموا وقالوا إحنا أيضا بنساهم، فهم ساعدونا أيضا فيما يتعلق في عمليات التنظيف والتطهير والتعقيم، وأيضا ساعدونا في عملية أنهم اجتمعنا وياهم في وزارة الخارجية وطلبنا منهم أنهم أيضا ينقلون تحياتنا وتقديرنا لجالياتهم في البحرين، وأن يبلغونهم أن إحنا في أتم الاستعداد لتقديم أي دعم. فعطيناهم كتيبات بلغات مختلفة وطلبنا منهم أنهم يشرحون للمواطنين ويتواصلون معهم، وأنهم أيضا يبلغوننا إحنا في وزارة الخارجية عن أي شخص في عوز أو في حاجة أو في ضائقة ويحتاج المساعدة من قبلنا. فبالتالي إحنا تقريبا منظمات المجتمع المدني، المواطنين، السفارات الأجنبية، الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية، أيضا الكثير من التجار ساهموا بشكل أو بآخر بعمل عروض خاصة. الكل شعر بالمسؤولية يعني في هذه الفترة، لأن يعني الكل حس أن في دور أنا عليه أسوي، في واجب أنا لازم أسوي وأساهم فيه. والحمد لله يعني في مبادرات كثيرة شفنا وقفات يعني مشرفة جدا سواء للأفراد أو للمؤسسات، وهذا إحنا دائما نقول هذه شعب البحرين وهذه عوائدهم. إحنا مستمرين أكيد يعني في الحديث عن هذه الجانب، ولكن هذه المرة يمكن جهود مملكة البحرين في الحفاظ على حقوق الإنسان خلال ذي الفترة الحرجة استندت بكل تأكيد على قواعد وتشريعات قانونية ساهم فيها القطاع التشريعي في المملكة بشكل كبير جدا. بس بالتأكيد رقية السلطة التشريعية كان لهم ولا زال طبعا لهم دور كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجميع الإجراءات المتخذة في فريق البحرين لمكافحة فيروس كورونا استندت على أسس تشريعية لتوافق القوانين المعمول بها في المملكة. الحديث عن دور السلطة التشريعية في تعزيز حقوق الإنسان خلال هذه المرحلة يسعدنا يكون معنا أو أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة السيدة جميلة سلمان نائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. مساك الله بالخير أستاذة جميلة. لمجلس الشورى عفوا، نعم عضو مجلس الشورى أستاذة جميلة سلمان، نرحب فيك طبعا في مجتمع واعي. بداية يعني من وجهة نظرك يعني شلون قدرت مملكة البحرين في أنها تحافظ وتعزز حقوق الإنسان في ظل هذه الإجراءات الاحترازية؟ طبعا أنا أحب أقول في البداية أن يعني في فيروس كورونا كان اختبار حقيقي لكل الدول في مجال حقوق الإنسان بما فيها طبعا جميع الحقوق سواء الاقتصادية، الاجتماعية، المدنية، السياسية، وهذه طبعا الحقوق كانت تطلب احترام كامل من قبل هاي الدول في هاي الأزمة. البحرين حقيقة كانت قد التحدي وقبلت التحدي، سواء قيادة أو حكومة أو الشعب كانوا يد بيد وقادوا هاي وتمت قيادة هاي الأزمة بجدارة. في دول إحنا يمكن اللي متابعين إحنا جميعا في البحرين سواء مواطنين أو مقيمين نتابع الأخبار العالمية، وخصوصا أن هذه أزمة عالمية شفنا أن في دول كثيرة متقدمة برزت في هناك عندها ضعف، والضعف كان جدا واضح سواء في نظم الرعاية الصحية، صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، صعوبة تتعلق بالحقوق العمالية والاقتصادية أو الحقوق الاجتماعية. فهذه صعوبات واجهتها كثير من الدول، وكانت هناك طبعا في لابد أن هاي يعني ولد قلق كثير في سواء في مفاضيات حقوق الإنسان، المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان اللي كانت متخوفة بأن تتأثر حقوق الإنسان أو هاي الحقوق بسبب هاي الأزمة، منها طبعا حقوق كثيرة، وضع الأشخاص في أماكن الاحتجاز وضرورة تقليل عددهم، الممارسات الاقتصادية والاجتماعية عشان تخفف أزمة هاي الأزمة، حماية الفئات المعرضة للخطر، كبار السن، المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، الضعف في نظم الرعاية الصحية، حرية الإعلام، الوصول للمعلومة فيما يتعلق بهاي الأزمة، التعليم وغيرها من الحقوق، وأيضا عدم إلقاء اللائمة على فئات معينة بنشر المرض. هل البحرين فعلا يعني من خلال إجراءاتها قامت بحماية حقوق الإنسان في ظل هاي الأزمة؟ طبعا لا شك. احنا يمكن اللي سبقوني بالكلام وسعاده
السفير جمال الرويعي ومساعد وزير الداخلية الأخ عبد الله فيصل الدهتري، لأن أنا حييه من هاي المنبر خصوصا أنه أستاذنا في حقوق الإنسان، تعلمنا منه الكثير. فالبحرين من بداية الأزمة حرص جلالة الملك على سلامة الإنسان أولا وصون حقوقه وبكل مشاعر الإنسانية، وأصدر بعدة توجيهات. كانت مسائل حقوق الإنسان حاضرة في كل إجراءات والقرارات اللي قامت فيها الحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه وفريق البحرين قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول مجلس الوزراء، واللي قاد ملف الأزمة بجدارة بحيث أصبحت البحرين محل إشادة سواء أقليمية أو دولية، وحتى المواطن البحريني ينظر بهذه الإنجازات اللي قامت فيها الدولة بكل فخر وامتنان. حقيقة سمو ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء كان من بداية الأزمة وكان يجتمع معنا كسلطة تشريعية، وكان يطلعنا بكل شفافية عن كل مجريات الوضع والقرارات والإجراءات اللي راح يتخذها سواء الحكومة أو فريق البحرين، ومنها طبعا في جميع المجالات سواء في مجال الرعاية الصحية، الوضع الاقتصادي كيف معالجته. فكان الموضوع يدار بكل احترافية وشفافية. البحرين طبعا قامت بكثير من الإنجازات، ومساعد وزير الخارجية يعني ما شاء الله وفى وكفى بسرد كل الإنجازات اللي قامت فيها مملكة البحرين. وهذه الإنجازات أنا ما أعتقد أنه حتى لو كانت في هناك دول قامت ببعض الإجراءات لتخفيف من آثار هذه الأزمة، ولكن البحرين أنا أعتبرها متفوقة على هاي الدول. طبعا في مجال الرعاية الصحية البحرين طبقت أعلى معايير حقوق الإنسان، وفرت الرعاية الصحية للجميع دون تمييز سواء بين مواطن أو مقيم. نعم. وطبعا هذه الجهود ذكرت، ولكن أقول بأن الأرقام سواء عدد الفحوصات أو نسبة التعافي تتكلم عن هذه الجهود وتوثقها، وهذا راح يظل في سجل البحرين وسجلها الحقوقي. نعم أستاذة جميلة، يعني لو سمحتي لي يعني أسألك عن دوركم كسلطة تشريعية. نعم. يعني الإجراءات الاحترازية في معظمها طبعا يعني تطلب الأمر أن تكون هناك مشاريع تنجز بشكل مستعجل في قبة البرلمان، كذلك في مجلسكم مجلس الشورى. يعني حسينا أكثر عن دوركم خلال هذه المرحلة بالذات في إنجاز المشاريع المتعلقة بإجراءات مملكة البحرين. طبعا يعني احنا في كسلطة تشريعية يعني الحمد لله احنا في البحرين رغم هذه الأزمة ما تعطلت مرافق الحياة، وخصوصا انا اتكلم بالنسبة لنا احنا كسلطة تشريعية. نعم. حرصنا بان احنا ما ينتهي دور الانعقاد الا ان احنا ننجز كل التشريعات، وخصوصا التشريعات المهمة اللي راح يعني تساعد في سير الإجراءات أو تحقق يعني المكتسبات للمواطن خصوصا في ظل هاي الأزمة، وتقلل من الأعباء سواء الاجتماعية أو الاقتصادية. يعني تم إقرار كثير من عدد من التشريعات، منها طبعا التشريع اللي يتعلق بقانون صندوق التعطل، وهذه طبعا كان من التشريعات جدا المهمة اللي ساهم في أن يعني اتخاذ القرارات بناء على هذا التشريع، بحيث أن خصوصا العاملين في القطاع الخاص، بحيث ان البحريني ما يتضرر من هذه الازمه او الموظف في القطاع الخاص ما يتضرر بهاي الازمه، تم صرف يعني رواتب لثلاث شهور لهذا الموظف من هذا الصندوق، بالاضافه الى تشريعات يعني حزمه من التشريعات الاقتصاديه كلها تصب في هذا الموضوع. هناك ايضا قانون جدا مهم هو قانون اللي يتعلق بموضوع التطوع. احنا طبعا كان يعني الحمد لله البحرين والشباب البحريني والشعب البحريني وايضا المقيمين يعني متعاونين، كلهم لما فتح باب التطوع ابدوا استعداد جدا كبير، وكان هناك اعداد هائله ابدوا الرغبه في التطوع، ولكن هذا لازم يكون بضمن منظور واطار تشريعي ينظم هذه العمليه. فكانت هذه من التشريعات المهمة اللي أقرتها السلطة التشريعية، بالإضافة طبعا يعني المجلسين مجلس النواب ومجلس الشورى هناك متابعة مستمرة لجميع يعني الأوضاع اللي تهم المواطن في ظل هذه الأزمة، وفي هناك تعاون جدا كبير ما بين الحكومة وما بين السلطة التشريعية،
وأيضا يعني إحنا نشكر سمو ولي العهد اللي كان يعني كان وضع السلطة التشريعية أول بأول في أن يكون هي يعني قدمتم يعني سعادة يعني أستاذة جميلة يعني قدمتم نموذج يعني مشرف الحقيقة في تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، دائما متقدمون هذا النموذج وظهر أكثر وبرز أكثر خلال هذه الجائحة سعادة السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. يعني اليوم لما نتكلم احنا يمكن عن الجانب الحقوقي وحقوق الإنسان، يعني يمكن تكلمنا عن الكثير من الجوانب إن كان في قطاع الصحة، التعليم، الجانب الاقتصادي، الشراكة المجتمعية، ولله الحمد يعني بينا أن فعلا مملكة البحرين أدارت هذه التحدي يعني بحكمة واضحة وبينت يعني بشكل واضح جدا للعالم كله. فلو حابين أن احنا نختم لقاءنا هذا الشيق معك، شنو من كلمة أخيرة ممكن احنا اليوم نوجهها لكل من يتابعنا اليوم؟ يعني أنا أعتقد مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه نجحت بشكل منقطع النظير في التعامل مع الأزمة الجائحة كورونا. وإذا قارنا مملكة البحرين بمساحتها الجغرافية بإمكانياتها، النجاحات التي تحققت هي أكبر بكثير من كثير من الدول المتقدمة أيضا منها الدول الأوروبية. فبالتالي هي قصة نجاح للبحرين. يمكن احنا تحدثنا عن حقوق الصحة الصحية والحقوق التعليمية، وأيضا تحدثنا عن كثير من الحقوق، لكن أيضا البحرين أيضا يعني وفرت منصة للوصول لمصادر المعلومات بالنسبة للمواطنين والمقيمين، أن يوصلوا مصادر المعلومات عن طريق الويب سايت والأبليكيشن واعي ووزارة الصحة. أيضا احنا وفرنا رعاية خاصة للمساجين والمحتجزين في مراكز الإصلاح بالتطهير، وأيضا صدور مكرمة جلالة الملك بالعفو الملكي الخاص، وأيضا تطبيق توسيع وتفعيل تطبيق العقوبات البديلة، وايضا قدمنا خدمات كثيره فيما يتعلق ايضا بجهود مملكه البحرين على يعني صعد اخرى خدمات للدول الشقيقه. طلبوا مساعده مملكه البحرين ليس على المستوى الوطني، على المستوى الدولي. فالبحرين بكل المعطيات في ما يتعلق بتعزيز الحقوق هي تجربه نجاح. يجب ان نوثق ونحن في وزاره الخارجيه بتوجيهات سعاده وزير الخارجيه الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياري نعمل على توثيق هذه الإنجازات، توثيقها بشكل حثيث، وأن هذه القصة هي مستمرة حقيقة للعديد من النجاحات اللي حققتها مملكة البحرين بتوجيهات جلالة الملك، اللجنة التنسيقية بنجاحها الباهر، أيضا تعامل الحكومة البحرين مع الأزمة، وأيضا بوعي المواطن البحريني. نحن يعني نشيد بوعي المواطن البحريني ونشكره على كل التعاطي الإيجابي. فهي قصة نجاح وقصة شراكة مجتمعية وشراكة وطنية أثبتت بكل نجاح أن الشعب البحريني شعب واحد خلف قيادة واحدة يسيرون في اتجاه برنامج وضع جلالة الملك نحو مجتمع مزدهر، مجتمع ينعم بالأمن والاستقرار وممارسة الحقوق الإنسان المدنية والسياسية والديمقراطية والممارسة الفضلة للجميع. ونحن طبعا نعتز بكل هذه الإنجازات ونأمل أن احنا نقدر نحافظ عليها إن شاء الله ونوثقها وننشرها للعالم في كل المنتديات المحلية والدولية. بالتأكيد يعني أستاذ الكريم، يعني احنا نشكركم كذلك في وزارة الخارجية على جهودكم. أنتم جزء يعني تمثلون جزء كبير من قصة النجاح هذه اللي قاعدة يعني اليوم قاعدين نعيشها، وإن شاء الله هي مستمرة كذلك. يعني وأنا لازلت أقول أن عطاء البحرين سواء في هذه الأزمة أو يعني في تحديات سابقة، يعني عطاء يتجاوز ويتعدى الحقوق الأساسية لما هو أكثر وأكبر. بالتأكيد يعني شكرا لك على حضورك معنا سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. Thank you.
دشن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان مؤخراً الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة الإسكان بحلة جديدة متضمن الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التفاعلية اللي تسهل تواصل المواطنين مع الوزارة وبالتالي تسهيل معاملات المراجعين من ذوي الطلبات الإسكانية، بما يسهم في سرعة الإنجاز وتحقيق الجودة المطلوبة. بالتأكيد الموقع الإلكتروني يأتي ثمرة لرؤية الوزارة في مواكبة المستجدات التقنية والدخول في العالم الرقمي وتماشيا كذلك مع توجهات الحكومة الموقرة بشأن تسهيل مراجعات المواطنين والسعي لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين من خلال زيارة المنصة الإلكترونية واللي توفر الخدمات يعني كذلك أيضا بشكل سهل في التصفح وانتقال الطلب يعني من قسم إلى آخر دون الحاجة كذلك للمعاملات الورقية. نتابع. فريق الإعداد أجرى مقابلة خاصة في وقت سابق مع الدكتور خالد الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، وسألوه عن أبرز المكتسبات اللي راح يحققها أو راح تحققها الخدمات الإلكترونية. نتابع. بالنسبة للمنصة الإلكترونية طبعا هي تأتي في إطار توجه العام للحكومة الموقرة بالتحول للخدمات الإلكترونية بشكل كامل، بما يؤدي إلى تقديم أفضل خدمات للمواطنين والمقيمين. والله الحمد إحنا في وزارة الإسكان وتوجيهات من سعادة الوزير قدرنا نقوم بعدة مبادرات تصب في هذا الاتجاه، والمنصة الإلكترونية هي أحد هذه المبادرات. طبعاً من أهم مكتسبات المنصة الإلكترونية أن أصبح اليوم للمواطن منصة متكاملة يقدر من خلالها الحصول على أفضل خدمات الإسكانية بجودة عالية وبيسر وسهولة، بل بالعكس اليوم بعد المنصة الإلكترونية أصبحت أداة للتواصل والربط مع الجهات المعنية الأخرى، مما يساعد على سرعة اتخاذ القرار. وبالسؤال طبعا عن الفرق بين المنصة الإلكترونية في حلتها الجديدة وبين الموقع الإلكتروني السابق وشنو الجديد، خلونا نتابع جواب الدكتور. طبعا الجهود الإلكترونية لوزارة الإسكان ليست وليدة اللحظة، إنما موجودة منذ سنوات. طبعا الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان موجود من فترة ويقدم بعض الخدمات وبعض المعلومات، ولكن المنصة الإلكترونية الحالية تختلف اختلاف كلي وجذري بالشكل والمضمون. على سبيل المثال للحصر، اليوم بإمكان المواطن تقدم بطلب إسكاني جديد على سبيل المثال لوحدة سكنية أو شقة تمليك أو القروض الإسكانية بجميع أنواعها، أو التقدم بطلب لبرنامج مزايا أو القيام بالتحديثات بجميع أنواعها من خلال المنصة الإلكترونية. وفي حال انطباق الشروط يحصل المواطن على بطاقة الطلب من خلال المنصة الإلكترونية بدون الحاجة للحضور للوزارة. وأيضا سأل فريق الإعداد الدكتور خالد الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان عن الأهداف اللي راح تقدمها المنصة ضمن خطة برنامج عمل الحكومة. طبعا وزارة الإسكان هي أحدى الوزارات الخدمية في الحكومة الموقرة، واللي طبعا عندها برنامج عمل واضح يهدف إلى تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل خدمات للمواطنين والمقيمين.
طبعا الخدمات الإسكانية تأتي ضمن المحور الثالث في برنامج عمل الحكومة، والمعني بتأمين بيئة داعمة للتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار طبعا قامت وزارة الإسكان بعدد من المبادرات مثل ما بينت قبل شوي، ومنها المنصة الإلكترونية من أجل تقديم خدمات ميسرة للمواطنين. في جانب آخر وعلى صعيد آخر، اليوم احنا نشوف في الوضع الحالي في وانتشار فيروس كورونا، ساهمت المنصة هذه في تطبيق توجيهات القيادة والحكومة الموقرة بالتباعد الاجتماعي، فحققنا هذا الهدف من خلال التباعد الاجتماعي، وفي نفس الوقت لم تتأثر الخدمة المقدمة للمواطن. وفي سؤالنا الأخير للدكتور خالد الحيدان كان عن تساؤل البعض إذا ما كانت المنصة الجديدة يعني راح تغني المواطنين عن الحضور بشكل شخصي للوزارة. طبعا هذا سؤال مهم جدا، لأن تأتينا الكثير من الاستفسارات من المواطنين بهذا الخصوص. قبل أي شيء أحب أوضح أن أبواب وزارة الإسكان كانت ولا زالت وإن شاء الله دائما راح تكون مفتوحة للمواطنين. في الجانب الآخر طبعا الوزارة أنشأت هذه المنصة لتوفير حلول إلكترونية للمواطن، يعني حاليا بإمكان المواطن التقدم بطلب إسكاني والحصول على جميع الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية بدون حاجة للحضور للوزارة. ولكن إذا ما ارتأى المواطن لأي سبب من الأسباب أنه يرغب في الحضور للوزارة، مثل ما بيّنت أبواب الوزارة دائما راح تكون مفتوحة. مشاهدينا ننتقل معكم الحين إلى بسام اللي راح يستعرض ويانا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا رقية. نستعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الاثنين 8 يونيو 2020. أجرت مملكة البحرين أكثر من 374 ألف فحص حتى اليوم، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة 5064 حالة حتى اليوم، والوضع الحالات المستقرة منها ولله الحمد يبلغ 5052 حالة، فيما يبقى 12 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. والحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 69 حالة، أما المتعافين فيبلغون حتى اليوم 10326 متعافي، أما الوفيات فوصلوا حتى اليوم 27 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم الاثنين في مملكة البحرين راصد 654 حالة، كذلك أيضا منها 314 حالة لعمالة وافدة و299 حالة لمخالطين و41 حالة قادمة من الخارج، كذلك وتسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة الماضية وتعافي 858 حالة. هذا كل اللي عندي وعودة للشرقية. شكرا بسام، يعطيك العافية. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم عليها دوم نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه.
مشاهدين الكرام، نجاح البحرين في إنجازاتها الرائدة في العديد من مجالات حماية ورعاية حقوق الإنسان تأتي انطلاقا من النهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نعم يعني بسام، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية اللي مر فيها العالم كله، أثر الجائحة يعني طبقت البحرين أسمى المعايير والمبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان وقدمت نموذج رائع يعتبر يعني عن النهج الإنساني أو يعبر عن النهج الإنساني اللي تتبعه ويشكل أحد ركائز الإصلاح والتطوير في دولة المؤسسات والقانون. خلونا نتابع معكم مشاهدينا اللقطات التالية وراجعين نكمل باقي فقراتنا. مشاهدينا، الكثير من الأمور اللي شفناها يعني تأتي يعني كدليل لما تقوم به البحرين من إجراءات تكفل فيها حقوق الأفراد وحمايتهم، ومنها تقديم الرعاية الطبية وكذلك أيضا الخدمات المجانية اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين على حد السواء للحالات القائمة المرصودة، والكثير من الجوانب اللي راح نسلط الضوء عليها مع ضيفنا الكريم السيد خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. نرحب فيك في مجتمع وعي. أهلا وسهلا فيكم وشكرا على هذه الاستضافة ويعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني طبعا من خلال متابعتكم المستمرة في المؤسسة، يعني كيف رأيتم تعاطي مملكة البحرين خلال هذه الأزمة يعني من منظور حقوقي خلينا نقول، وفي إطار التزام مملكة البحرين أيضا في اتفاقيات الحقوقية العالمية، يعني كيف تجلى اهتمام بحقوق الإنسان خلال أزمة كورونا؟ والله يعني يعجز اللسان عن يعني إذا شيء إحنا بنقول عن البحرين في هذه الجائحة. أول شيء يعني نهني أصلاً البحرين بهذه القيادة الحكيمة، ونهني البحرين بقيادة اللجنة التنسيقية قيادة ولي العهد أيضاً، ونهني البحرين بالكوادر الطبية والكوادر الأمنية والكوادر الصحية من تمريض وأطباء. يعني فريق البحرين تكاتف. احنا دائما نسمينا البحرين بلد مؤسسات القانون، لها قواعد ثابتة حقوقية وقواعد ثابتة تنفيذية، فيها إدارة للأزمات. كل هذه المواضيع وكل هذه المؤسسات تكاتفت لإنجاح وإدارة هذه الأزمة بقيادة ولي العهد وبتوجيهات جلالة الملكة الله يحفظه. البحرين أخذت تدابير احترازية واجتمعت على حب البحرين أولا، وثانيا على حماية البحرين من هذه الجائحة وكيفية التعامل معها. احنا عندنا السلطة التنفيذية كان لها دور كبير في إنجاح هذه يعني أو أن احنا نعدي من هذه الأزمة. السلطة التنفيذية فيها تنقسم إلى أقسام كثيرة وفيها قواعد كثيرة، إحنا قدرنا نبني عليها حقوق الإنسان من الناحية الصحية، من ناحية الأمن المجتمعي، من أيضا من ناحية التعليم،
ومن ناحية إدارة الأزمات. طبعاً الاتفاقات اللي وقعتها البحرين الحقوقية كثير من الاتفاقيات احنا ارتكزنا عليها يعني ان احنا نتأكد من الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الحق والأمن المجتمعي في البحرين. فرأينا ان هذه إدارة هذه الأزمة كانت في أيدي أمينة بقيادة ولي العهد في اللجنة التنسيقية في البحرين. نعم. وهناك تعاون بين السلطات. احنا عندنا سلطة حقوقية أولانا إياها جلالة الملك. نعم. وهو اللي أرسى دعائمها ووضع لها حجر أساس قوي ان احنا نقدر نبني عليها، ونتابع مع السلطة التنفيذية كيفية ان احنا نعدي من هذه الأزمة حقوقيا. نعم. وليس فقط تنفيذيا، لأن السلطة التنفيذية لها باع في تنفيذ الاتفاقيات، وإحنا عندنا باع في متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يتماشى مع حقوق الإنسان. جميل. يعني أستاذ خالد، لو نبي نتكلم عن الإصلاح والتأهيل، في الإصلاح والتأهيل تم اتخاذ الكثير يمكن من الإجراءات الاحترازية المشددة، فطبعاً وهذه الإجراءات كان من شأنها أكيد يعني للمحافظة على سلامة الناس الموجودين هناك، وأيضاً طبعاً للحفاظ عليهم من انتشار فيروس كورونا. فكيف لمستم هذه الإجراءات خلال زيارتكم الأخيرة؟ والله صراحة التعاون بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا وزارة الداخلية متمثلة في إدارة الإصلاح والتأهيل كان هو تعاون يعني له تاريخ طويل، وخاصة في هذه الجائحة كان هناك تعاون شفاف وشفاف يعني شفافية لا غبار عليها. خلينا نقول إحنا الأبواب انفتحت لنا على أساس إن إحنا نرى هذه الإجراءات الاحترازية اللي خذوها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة داخل هذه الأماكن الاحتجاز اللي احنا نسميها يعني دور الاحتجاز والتأهيل. من بداية زيارتنا كان هناك إجراءات جدا صارمة. أول شيء فحص جميع المساجين، كان في فحص لجميع يعني النزلاء في هذه الدور، وايضا الفحص يعني اي احد يدخل على هذه الدور او مراكز الحجز ايضا يتم فحصه قبلها، وايضا هناك احترازات من الدفاع المدني في تعقيم وتطهير يومي. هناك فريق من الدفاع المدني مقيم يومي في هذه المراكز مراكز الاحتجاز، يعني بس هو عنده روتيشن انه يفتر عليهم على الزنزانات، على المباني الاداريه، الساحات اللي يتشمسون فيها المقيمين النزلاء في مراكز الاحتجاز. فهناك يعني اجراءات جدا صارمه. من اول الدول في العالم سوت هذه الاجراءات ومنعت الزياره حفاظا على النزلاء البحرين. فاحنا يعني خلينا نقول ان احنا عندنا صفر حاله في المراكز مالتنا، ما عندنا اي حاله، وهذه يعتبر انجاز لوزارة الداخلية لانها اخذت يعني توجيهات يعني جلالة الملك وتوجيهات سمو ولي العهد من بداية هذه الأزمة. ويمكن خلينا نقول توجيهات صارت عندهم توجيهات استباقية في احساس ان في ازمه بتكون يعني ازمه وباء، فخذوا هذه الاحتياطات. فبالعكس احنا هناك تقارير طلعناها بتنشر عما قريب في المؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان كيفيه تعامل وزاره الداخليه ووزاره الصحه في هذا يعني في هذه النقطه يعني تحديدا. فاحنا يعني بالعكس نشكر وزاره الداخليه من هذه المنبر على تعاونها مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مو بس في موضوع الكورونا، في كثير من المواضيع اللي هي تكون في خدمة المواطن. لا شك، وإحنا نشكركم ونشكر حرصكم كذلك وعلى إبداء الرأي العام بشكل مستمر بزياراتكم. إحنا راح نتوقف مع هذا التقرير مشاهدينا الكرام اللي راح يستعرض جهود مملكة البحرين في تعزيز حقوق السجناء والمحتجزين، وراجعين استكمال حديثنا مع ضيفنا الكريم. Thank you.
إشادات كبيرة حصلت عليها مملكة البحرين لجهودها في تعزيز حقوق الإنسان خصوصاً في ظل مكافحة فيروس كورونا. فريق الإعداد تواصل في وقت سابق مع المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان في مصر واستشاري بالأمم المتحدة وسألوه عن تقييمه لجهود مملكة البحرين في حفظ حقوق الإنسان خلال مكافحتها لفيروس كورونا. نتابع شنو قال. في البداية مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين في مملكة البحرين. طبعا الجهود التي قام بها جلالة الملك المفدى الملك حمد والحكومة بصراحة يعني في تطور وتحسين ملحوظ في المملكة وليس جديد على المملكة في ملفات حقوق الإنسان. وهنا دعني أقول إن المملكة قدمت نموذج يحتذى به جميع البلدان العربية والبلدان الأجنبية بما قامت به من تطور وعمل وقاية احترازية للمواطنين. عودة لضيفنا الكريم الأستاذ خالد الشاعر، يعني مستمرين معك طبعا في الحديث عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال هذه الجائحة. يعني احنا دائما نقول حقوق الإنسان يعني ممارسة وواقع، يعني مو مجرد يعني تنظير. يعني وتفاعل البحرين مع أزمة كورونا كان يعني خلينا نقول في قمة الرقي وفي قمة يعني قمة العطاء في إتاحة العلاج للجميع سواء مواطنين أو كذلك مقيمين. كيف يمكن النظر لهذا الجانب؟ والله شوف الشيء العظيم اللي قامت فيه وزارة الصحة إن هي وصلت العلاج يعني لكل بحريني أو لكل مصاب سواء كان مقيم في البحرين أو يعني كان مواطن أو كان مقيم في البحرين، وصلت العلاج المجاني في هذه الجائحة. وهناك يعني خط أحمر تحت مجاني. كثير من الدول في العالم يعني العلاج المجاني عندهم شبه مستحيل حتى في هذه الأزمات. البحرين بممارساته ديمقراطيته بتوجيهات جلالة الملك ولي العهد قدرت تتخطى هذه الجائحة وتوجيهاتهم لوزارة الصحة. وزارة الصحة وصلت لدرجة أن العلاج كان يوصل حتى يعني في الممارسات العادية، الواحد في سكر ولا في ضغط ولا في أن عنده أدوية يعني شيء كامن أو أمراض كامنة يوصلون للعلاج للبيت عنده. يعني كان خلينا نقول ديليفري، يعني صار احنا العلاج عندنا في البحرين ديليفري ما قبل الكورونا وفي الكورونا وما بعد الكورونا. يعني صارت عندنا منهجيه في البحرين، عندنا منهجيه وهذه تسطر، هاي يعني تكتب في التاريخ. في هذا العهد الزاهر، عهد جلاله الملك والمشروع الاصلاحي لجلاله الملك بتكاتف فريق البحرين برئاسه ولي العهد، الكل يفخر انه هو اليوم من ضمن فريق البحرين. يعني في ناس يمكن من حتى من خارج البحرين بس تتكلم عن البحرين تقول لك احنا من ضمن فريق البحرين، يمكن مو بحرينيين يقول لك احنا من ضمن فريق البحرين لان نتكلم عن البحرين يعني بما هو حقيقي وليس بما يعني يتم يعني تسريبه من مثلا تشويه لسمعه البحرين الحقوقيه او الصحيه او التعليميه. الشيء الجيد ايضا حق التعليم عندنا، يعني وزاره التربيه والتعليم وصلت في ظل هذه الازمه حق التعليم للاطفال الى المنازل. يعني كان في توجيهات من اللجنه من رئاسه بالاسد ولي العهد من اللجنه التنسيقيه الى وزاره التربيه والتعليم بانهم يشوفون البدائل، وصحيح خذوا خطوات مشكورين وزاره التربيه والتعليم، وزير التربية والتعليم ما قصر، وكيل وزارة التربية والتعليم ما قصر، حطوا الخطط البديلة اللي احنا نوصل التعليم حق التعليم الى الطفل والى الطالب سواء كان طالب مرحلة يعني الإعدادية او ثانوية او حتى في الجامعات في البحرين. البدائل هذه يعطيك ان كيف البحرين تعاملت مع هذه الأزمة باحترافية على المستوى الصحي وعلى المستوى أيضاً. يقول لك حقك توصل سواء كنت مواطن سواء كنت مقيم، طالما أنت على هذه الأرض فحقك يوصل
والمقيمين كذلك اليوم نشوفهم هم يردون على الأصوات الشاذة قبل حتى المواطنين والأشراج. وهذا الشيء طبعا أكيد إحنا يعني لابد أن احنا نذكره ودوم إحنا نذكره في برنامجنا لما نتكلم عن التجربة الناجحة جدا اللي طبعا قاعدة تطبقها اليوم مملكة البحرين، واللي إن شاء الله راح تكون نموذج يحتذى به وتحتذى به جميع دول العالم. إحنا الحين مستمرين بالحديث عن حقوق الإنسان، ولكن يسرنا أن ينضم لنا عبر السكايب سعادة النائب عمار البناي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. مساك الله بالخير سعادة النائب، ولو تحدثنا عن مدى توافق إجراءات البحرين خلال مواجهة الفيروس والحفاظ على الأمن الصحي مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دأبت مملكة البحرين في تنفيذ عديد من الإجراءات الاستباقية على كافة الجوانب لمكافحة انتشار هذا الفيروس وهو فيروس كورونا، وقد نالت مملكتنا الغالية بفضل من الله عز وجل ومن ثم التوجيهات السامية لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقرار الحكومة الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والجهود الوطنية الكبيرة المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة ومتابعة حثيثة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى ونائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، بإشادة دولية وأممية واسعة النطاق، والتي جاءت هذه الإشادة لتبرهن وتجسد مكانة مملكة البحرين الرائدة وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات انطلاقا من الإيمان التام في أهمية الوفاء بالتزامها للمحافظة على سلامة وصحة المجتمع بكل شرائحه من مواطنين ومقيمين. مملكة البحرين طبعا تصادقت مع العديد من المواثيق الصحية والتي تتعلق بحقوق الإنسان، فقد نصت المادة رقم 25 من المعايير الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى بأن لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة ورفاهية له ولأسرته، خاصة على صعيد المأكل وصعيد الملبس والعناية الطبية. مملكة البحرين من خلال هذا المنطلق ومن خلال أيضا العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية اللي نصت في مادتها رقم 12 على أن تقر جميع الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، ومن خلال عديد من الاتفاقيات الدولية اللي ذكرناها والتي صادقت عليها مملكة البحرين وفقا للقانون الدولي، تعتبر هذه الاتفاقيات مصدر من مصادر الأحكام الملزمة، وهذا ما أكد عليه دستور مملكة البحرين في المادة رقم 37 بأن الاتفاقيات الدولية لها قوة القانون، أي التصديق عليها والانضمام إليها يجعل لها قوة القانون النافذ داخل الدولة. مملكة البحرين شهدنا يعني بأن أيضا دستورها يحق لكل مواطن في الرعاية الصحية، تكفل الدولة في توفير وسائل العلاج والأهمية الصحية، وشفنا كيف تعاملت مملكة البحرين منذ بدء الأزمة وأيضا استباقا لهذه الأزمة في توفير الطواقم الطبية، توفير كل الإمكانيات المتاحة على أرض مملكة البحرين لا تتعلق فقط للمواطن البحريني ولكن أيضا لكل مقيم على أرض مملكة البحرين. سعادة النائب، يعني من منظور حقوقي كيف تقرأ الإشادات الدولية من قبل منظمة الصحة العالمية في إجراءات المملكة لمواجهة فيروس كورونا؟ لا
ليس قريب على مملكة البحرين أنها تلتزم دائما بكل معايير حقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان العالمية، وهذا ما وصلنا إليه من إشادة دولية بالإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين. على سبيل المثال الآن نتكلم مثلا عن دور الكبير الذي قامت فيه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وهي من المؤسسات الحقوقية القليلة في المنطقة، نقدر نقول بأن هي قامت بدورها الرقابي والإنسان لمتابعة كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة في انتشار هذا الفيروس. خطوة تحسب في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لم تكتفي فقط بزيارة السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، ولكن أيضا وصلت دورها الإعلامي، دورها التوعوي، بجانب القيام بزيارات ميدانية كثيرة لمراكز العزل والعلاج والحجر الصحي الاحترازي، وأيضا مقابلة الطواقم الطبية والوقوف في الخطوط الأولى للاطلاع عمليا على مدى توافر حقوق الإنسان الواجب مراعاته في مثل هذه الظروف، وإجراءات ضمان السلامة والتغذية والنظافة والاطلاع على الرعاية الصحية المقدمة للجميع. إذن الإشادة العالمية هي لم تأتي من فراغ، أتت من خلال جهود كبيرة بذلتها مملكة البحرين بمؤسساتها الحكومية، بأساسات المجتمع المدني، من خلال الجمعيات، من خلال أيضا وعي المجتمع البحريني، اللي احنا نشيد دائما وأبدا بوعي المجتمع البحريني في التعامل مع هذه الجائحة. سعادة النائب عمار البناي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. عودة طبعا مشاهدينا لضيفنا الكريم الأستاذ خالد الشاعر. أستاذ خالد، يعني بناء على كل ما اليوم احنا تكلمنا عنه، وبناء على هذه التجربة اللي كل جميلة والكبيرة لمملكة البحرين في إدارتها لهذه الأزمة وفي هذه المرحلة الاستثنائية، اليوم احنا شلون نقدر نبني على ما حققت البحرين في مجال حقوق الإنسان عشان بالفعل نقدر نحن نعزز من مكانتنا الدولية خاصة في مثل هذا الملف؟ والله البناء يعني موجود إن شاء الله بالسواعد البحرينية المتخصصة والمهنية في هذا الشق من حقوق الإنسان. إحنا يعني لابد أن إحنا نعرف أن الأزمات دائما يكون لها أزمات ارتدادية، خلينا نقول مثلا الزلازل يصير لها زلزال ارتدادي، الأزمات يصير لها أزمات ارتدادية. إدارة الأزمة من يعني صاحب السمو الملكي ولي العهد خلت الأزمات الارتدادية شبه معدومة في البحرين. أول شيء بتوجيهات جلالة الملك بالحزمة المالية الكبيرة اللي دعمت الحكومة فيها البحرينيين في القطاع العام وفي القطاع الخاص، وايضا القطاع الاقتصادي ودفع اجور البحرينيين، دعم الكهرباء والماء لجميع المقيمين في البحرين ولجميع الشركات. هذه الحزم خلت الاثار الاقتصاديه تكون خفيفه وايضا شبه معدومه. الان يعني احنا نقول كثير من الدول ممكن انهم غطوا اشياء من الاقتصاد لكن عطوا نسب، لكن البحرين دفعت اجور البحرينيين في القطاع الخاص كامل، أعطت دعم مالي كبير من جهة الكهرباء والماء والرسوم البلدية، أعطت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبالغ مالية تغطي مصاريفها لمدة 3 شهور، وإن شاء الله بعد يعني بدون توقف، يعني من قبل هذه الأزمة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذه الأزمة دعمت دعم كامل هذه المؤسسات. هذه يعني يكاد أن نقول الأزمات الارتدادية كأزمة اقتصادية، كأزمة اجتماعية، كأزمة إعلامية، بالعكس احنا استثمرناها استثمار جيد، وكان عندنا إدارة حسن إدارة لهذه الأزمة، خلت الآثار الجانبية لهذه الأزمة أن تكون معدومة بتكاتف البحرينيين بتوجيهات
نعم. جلالة الملك الله يحفظه. أيضا لا شك يعني جهودكم أيضا مهمة، ويعني نشكر دائما حرصكم يعني كمؤسسة حقوقية مستقلة في إيصال الصورة الكاملة يعني للبحرينيين كذلك وكذلك للخارج. وإحنا نشكرك على حضورك معنا السيد خالد الشاعر، نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجلس مفوضية حقوق السجناء المحتجزين. شكرا جزيلا على حضورك معنا. الله يحفظك ومشكورين وجزاكم الله خير. شكرا لكم الله. مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين. صراحة يعني شيء يدعو الفخر يعني اللي سمعناه اليوم يعني عن الجهود الحقوقية لمملكة البحرين، يعني ما أعتقد في دولة في العالم يعني قدرت توصل حق هذه الجهود الرقية. نحن دائما نشعر بالفخر والاعتزاز كنا نعم. ننتمي إلى أرض البحرين الحبيبة. بالتأكيد طبعا مشاهدينا سيظل نهج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين الطير بهم البحرين إلى آفاق المستقبل، وبهم جرى تعزيز الحقوق الدستورية وفق ثوابت وطنية وإسلامية وبما يتوافق مع إرادة الشعب. هذا يعني هذه كانت كلمات جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه. طبعا هذه كلمات خالدة رسخها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه، واللي أكد فيه على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة. وبالرغم طبعا من الظروف الاستثنائية اللي تمر فيها البحرين وكل دول العالم، إلا أن المملكة حرصت على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة التدابير اللي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار هذا الوباء. وهذه يا بسام يعني حكمة البحرين بقيادتها وحكومتها دائما وأبدا تكون في طليعة الدول المتميزة في شتى المجالات، وتسعى للحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن والمقيم على أرضها الطيبة. والله يا رب يحفظ البحرين ويحفظ أهلها دوم إن شاء الله من كل شر. اللهم آمين. وصلنا معكم مشاهدينا لختم حلقة اليوم، نلقاكم باكر في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. فأمان الله. مع السلامة.